عهد الفيد وترك أثره الباقي. اتفاق الأغلبية على محبة الإعلام الراحل واجتماع آرائهم على تناقل مآثره حتى بعد رحيله. لمسته عائلته وأبناؤه في الندوة التي أقامها ملتقى صحفيون وفاء للإعلامي الراحل. المبادرة هذه راح تكون تتكلم عن الأثر الباقي فيه مجموعة من المشاركين من الزملاء من محبيه، وشاهدنا الحضور لشاهدنا محبة فهد في قلوبه، رحله ولكن بقيت ابتسامته. لم يقتصر دور صحفيون على إقامة الندوة فقط، فلقد قام الملتقى بالكثير من الأعمال الخيرية للفقيد والدعوة لمثلها. يعني هذه البادرة الجميلة جدا يعني يشكرون عليها بأمانة، ونحن الآن على صدد إقامة هذه الفعالية وغيرها من الأعمال الخيرة اللي قاموها الزملاء خلال أيام الحج من سقي الحاج وأيضا من توزيع المياه على المساجد. هذا جزء من الوفاء للزميل عزيز علينا، تعرف فهد الله يرحمه كان محبوب للجميع وكان رجل يعني صاحب ابتسامة مشرقة وكان الجميع يحبه، ولا عمر أحد يعني أنا من الناس اللي ما عمر اشتكيت من فهد أو سمعت من فهد كلمة تجرح أو سمعت من فهد، فحكم اتصالنا يوميا مع بعض لأنه كان هو عضو معنا في صحفيون. رحل صاحب الابتسامة الطيبة إذ أجمع من التقوه في حياته على طيبته ومحبته للآخرين من خلال روحه الطيبة ومبادرته للخير ومساعدة زملائه وأصدقائه. استودعكم الله تسانا من دعواتكم. طلال الأزهري، الإخبارية، الرياض.